بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم يالله بالمصطفى سيدي الله وبخليلك إبراهيم يالله وبكليمك موسى سالين خدير وبالصهيب وإسماعيل يالله وبسليمان نوح يونس اليسع وزكريا يحيى هود يالله هارون يوسف الياس وآدم داود وسلكفل عيسى لوط يالله ويوسف وبإسحاق وخيرهم من أنبياء ورسل لك يالله وبالملائكة ترا ثم صفوتهم جبريل ثم بميكائيل يالله وصاحب النفخ إسرافيل خابد أرواح الخلائق عزرائيل يالله وبالصحابة ثم الأولياء معا والحاملين من الأحبار يالله وبالصديق وبالفاروق ثم بزي نورين ثم بسبتين يالله بمالك ذي المزايا شافي ابي عنيفة احمد المحمود يالله باللوح والقلم المحفوظ ثم بعر سك العزيم وبالكرسي الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به وروح الله بلغ صلاتي وتسليمي عليه له ولا آل وصحب ولا سؤال الله واسبلنا علينا ربي عافية وهب لنا الخز في دارين يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالحين من الخيرات يالله واسلك بنا نهج رشد واكفنا سللا ورد لنا الجن والشيطان يالله وكملا كل ما ننهو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يالله ورد لنا كل ذي صحب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يالله طويل لنا عمرنا صحي لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يالله ودمرا كل أهداء تدر بنا قبل الوصول لنا يالله يالله ودمرا كل أهداء تدر بنا قبل الوصول لنا يالله يالله وكلنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلاء يا دهر يا الله وآفة أهات مخوصة ميان زلزلة سدة والفقر يا الله إهانة قلة مخزلة خلب وفاقة عتس والجوع يا الله وفتنة والوباء والعرق مخرق والبرق مخسرق والكد يا الله حر وبرد
ونهب كربات نخام دلالة حرج والخم الله وهامة وخطايا دالة زلل والمسخ والقذف ثم القذف الله وخلة مهجنون علة مرد ثم الجزاء ميل ونخزان الله ومن خبيحة الدنيا ثم آخرة ومن فدوهما يالله يالله يا من على كل شيء خادر وعلى العرس العظيم استوى بالقهر يالله إني سألتك خلبا خاشعا متوى ديا وعلما كثيرا نفي يالله وتوبة خبلت مهمقنة رفعت ما زوجة سلوات بدين الله وتوبة خبلت مهمقنة رفعت ما زوجة سلوات بدين الله وكن مويسا لنا من سرس حسد محسر فم وسر العين الله وسر سير وسر الخلق انسيمو مهجينهم وسوات سمي الله إني جعلتك في دارين يا سقتي حسن ناسينا فكن ملجأ الله فلا تكلني إلى نفسي فأهلك كن مجيبني عيس ما عدوك يا الله وجل لساني وقلبي ذاكري كمان عند الممات مع الإيمان يا الله صبر يقيني في قلبي بلا وجل حتى أهب لخاك الحق يا الله ولجعل الموت راحات ومفرات من كل سر وكرب داخل الله وفسي الجسم يسر فارقني في الخبر لا تبلي ينهد دهر الله وكن نسيري أنيسه نما دفنوا جسمي فسرت وحيدا سمي الله لا تدم من نمه ما قد يروهني بلغ في أن كل ما أخساه يا الله ولجلي وجميع المسلمين من ولجي والدتي أمين يا الله ونجني وجميع المسلمين من ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولها واستر معايبنا والتف بنا وبها في الأولياء الله عنها تجاوز ويانا ارحمنا فما لنا سواك وانت البر يا الله في برزق مع خبر كلها وسرا ومن كروب وخوف نجي الله لا تختبر بما ليست بقادرة ولا تخيب رجاها فيك يا الله واسقنا ماها من ماء كوثر من اخترته من جميل خلق يا الله من كان يرسد ساخي ويهلك سا كفر وينصر من يخساك يا الله محمد مسكيل أخيار خائدنا لجنة الخلد يوم العصر يا الله محمد مسكيل أخيار خائدنا لجنة الخلد يوم العصر يا الله عليه سل وسلم دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين يا الله
عليه سل وسلم دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين الله عليه سل وسلم دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حديث رنتوا HTDNM TV xam xam buy gën di ball di law ba faw.